السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتنا مرحبا بكم في صفحتكم وفي قناتكم وفي محلكم، محل آثاث ثقة. اليوم بإذن الله راح نرافق الأخ حليم في رحلته إلى ولايتي تسكيكدا وتبسة. خوتنا أبقوا معنا. لكم خوتي في واحد الفيديو باللي احنا نخدمو 24 ساعة على 24 ساعة وآثاث ثقة تخدم 58 ولاية. خوتنا هاي انا في زيارة وداخل ان شاء الله لطول تاع الشغل ضرب ان شاء الله. نبداو ان شاء الله بالبويرة. البويرة بعد عندنا راس الواد عندنا سكيكدا، وسكيكدا بعد ان شاء الله وش عندنا عبدون تبسع على كتب الله. خاوتنا ان شاء الله انا داخل لطول تشغل وش نقولكم خاوتنا، انتم عليكم دعوة الخير واحنا رانا في الخدمة كيما عودناكم 24 ساعة على 24 ساعة. السلام عليكم خوتي خواتاتي، صحفت لكم أزاد ثقة. خرجت اليوم للتيرا وقول لكم بلي احنا نخدمو ولاية بولاية، واليوم اكتب ربي انا داخل للسكيكدا. هيا السكيكدا ان شاء الله بدو الأمانة تاع الناس ومازال كاين ان شاء الله. ان شاء الله كيما نقول دار السيد تشوفوا الشومار تاعو كيفاش تمونطا، وتشوفوا أزاد ثقة بلي تخدم ولاية بولاية، قرى دائرة وهذه هي أثاث ثقة. وإن شاء الله كما كنتوا تشوفوا خوتنا وكما قال لكم الأخ حليم، أثاث ثقة هي المرافق الدائم لكل زبائنها وين ما كانوا خوتنا، في 48 ولاية ولا في 50 ولاية رانا ديسبونيب خوتنا، والنقل راح يكون مجانا. خليكم مع الكلمة اللي قالها الزبون تاعنا مع الأجواء اللي صنعها الأخ حليم في الرحلة تاعه. كما قلنا لكم الله يبارك فيك والسلعة وش رايك فيها؟ ما شاء الله لا فينيسيو الله يبارك فيك. وخاوتنا ما تلقلقوش على رزقكم ان شاء الله، دوك هذه السلعة تعبتنا عند خونا وخونا ما حبش يبان معانا، وان شاء الله دوك ان شاء الله الفوق كي نوطيو الشبرة تاعو يفرح تماك ندير وراي براي ونلقى وراي. خاوتنا ان شاء الله هذو الناس يكونوا فرحوا بينا واحنا فرحنا بهم في القليعة، واحنا اليوم رانا عندهم في سكيكدا وزيدوا نعطيو كلمة للحاج. حاج وش رايك في اثاث ثقة؟ مليحة ما شاء الله. الله يبارك فيك. مليحة ما شاء الله. رايك الزيد. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. الله يسلمك الحاج، حاب يقول وش راك تسمحوا لنا على البارح ما لحقناكمش. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيما عودناكم درنا لكم فيديو باش رايحين لسكيكدا وكتب ربي دخلنا لسكيكدا، جينا عند الحاج انا عنده في الدار كرمين. وش نقول لك ضيفين مكرمين حاجه ما خصناش الله يبارك. خو الحاج وليد جالينا للحل على كل حال، ودالينا صابو ودالينا طابلو باس ودالينا شبرا ضفروا لكم ان شاء الله. هذا اللي صار ارك هذا اللي خرج كولا تاعو تشبه بزاف، خرج قوه الله يبارك في سيت بلاص درنا له بيه بلاطاب ديالو توجو بها بولادها، ودوك الحاج يقول لك كذب. واش نقول لكم كثر خيركم ويعطيكم الصحة في هذه السلعة هذه ما شاء الله، وجزاكم الله خير وسلموا لي على المعلم وقولوا له يعطيك الصحة في الخدمة هذه على الحاج ما شاء الله. وشكروا بني كي جا لهنا قال لي بابا طحت في ناس طيبين وناس ملاح، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. هاني جاي وان شاء الله نقولوا عاد حسن الظن ان شاء الله يا ربي. خوتنا كما كنتم تشوفوا على المباشر انا اليوم رانا في سكيكدا، اخونا دعلينا صالون سيت بلاس زدنا له طابله بها بولادها، ومازال خير قدام خوتنا. زيدوا ضربوا معايا شومبرا كوشي يخرج لكم روبيستا روبيستا دعلينا روبيستا في كابوت. خوتنا هاي الكادو تاعها هاي موقعها عند خونا في دارو هاي اللي خوتنا يضرب عليها ربحها خويا. هذه هي روبيستا روبيستا في الكاتبورت. وجبنا القهوة للناس اللي يخدموا كثر خيرك جزاهم الله خير كثر خيركم. كثر خير ربي على كل حال. الحاج ملي حبسنا عنده في الدار هو قايم بينا حتى دقيقة كلية. خوتنا أنا اليوم الثلاثاء وأنا اليوم الثلاثاء البارح نحسبوها ثلاثة على كل حال أنا ثلاثة. وش نقول لكم رمضانكم بالصحة وهنا، وهي فرقة الثقة اللي تخرج للتيران
هذا نخدمو ماشي غير المدن، نخدمو المدن، القرى، الصحراء، ثمانية كرسي الولاية، حنا رانا غير خدمتو على كل حال. أو الحاج اتصل بينا وجا الوليد وعندنا المحل وجا مع المباشر وجا تابع هنا كيما ولا التصويرة أو جاو بها الحاج عن المباشر تعال. واش رايك في المباشر؟ غاية غاية مليحة يعطيك الصحة، راه فيه شي على الكيف. الله يبارك فيك. ما يخص فيها والو. وخونا جا دعنينا قلت لكم كيما كنتو تشوفوا صالون سيت بلاس دعنينا شوبرا بيها بالبراك تاعها زدنا له باطلة شومي كوفري بورت مونتو جوج الخايب مسند وبوف تاع عنيش خاوتنا هذه ربي اختار راهي معروفة عندنا وكيما قلنا لكم ادخلوا لاباج تاعنا أي حاجة تعجبكم فرقة الثقة هاي تخدم 24 ساعة على 24 ساعة خاوتنا وش نقول لكم إن شاء الله نكونوا خفاف عليكم وإن شاء الله نزوروكم ولاية بولاية كيما قلنا لكم بلي نخرجوا للولاية والقرى والمدن إن شاء الله ونشكر خويا عبدول لا وقف معايا ثانيك ما شاء الله الله يبارك راهو معايا رفيد رفيد الله يبارك والحاج الكلمة الأخيرة نخليها لك اللي كنت قلنا واش نقول لكم كثر خير كثر خير وتعبتوا معنا وهذا سيدنا رمضان تعبتوا قريب نمسكوا ما شاء الله يعطيكم الصحة الله يسلمك خوتي خواتاتي إن شاء الله نكونوا خفاف عليكم كما عودناكم قلنا لكم نخدموا 58 ولاية نخدموا 58 ولاية خاوتنا راهي قريب الفجر وإن شاء الله نكونوا كما عودتكم إن شاء الله نزوركم ولاية بولاية وقعدوا معنا مع فرقة الثقة ثم عليكم بالبارطاج والإيجاب وأهلا بالخدمة وش نقول لكم بعد الكلام بعد ما شفتوا الرحلة الأولى تاع الأخ حليم إلى ولاية كيكدا اليوم بإذن الله شاحنة آثة ثقة راهي متجهة مباشرة إلى ولاية بسة راح نرافقوا الأخ حليم كذلك إلى ولاية بسة نشوفوا واش راهم مخبين الأخ حليم نتلاقى فيما بعد مدن للقرى للولايات آثة ثقة راهي في خدمتكم كما نقولوا حلايا بالعامية قاع الجزائريين إن شاء الله نزوركم دار بدار وان شاء الله جميع اللي قضى عند اثاث الثقة ان شاء الله نجو ليه ونفرحوه كما هو فرح بينا احنا ذلك نفرحوه به خاوتنا ان شاء الله اليوم انا داخلين نتمسى بعد ما ولينا لكم فيديو في سكيكدا ان شاء الله انا داخلين اليوم الثلاثاء اللي بارح الاثنين واليوم الثلاثاء اليوم ان شاء الله انا في تمسى عندنا لاريفيزون تانيك لمواليها نحطوها لهم ان شاء الله وانتم دعونا دعوة الخير في شهر رمضان وأنت الثقة راهي في خدمتكم 24 ساعة على 24 ساعة السلام عليكم خوتي خواتاتي صبحنا وصبح الملك لله اليوم الثلاثاء شهر رمضان المبارك بالحدود التونسية أنت الثقة هاي ترحب بكم إن شاء الله تصورونا في المحل تاعنا أنت الثقة تخدم 58 ولاية وهي رانا ها شوف في خلوة عظيمة أنا في الحدود التونسية نبقى الناس إن شاء الله وندخلوا للحدود عليكم خاوتنا وإن شاء الله كما عودناكم إن شاء الله نزوركم كاع ولاية بولاية وهذه هي أثاث الثقة تخدم الشرق غرب جنوب وسط وين تحبوا توتير الحدود تاع المالي نيجر لحكم وهاو هاو محاربين الصحراء خاوتنا وإن شاء الله بهذا الفرقو إن شاء الله تشوفونا في أي بلاد أي قرى أي مدينة وش نقولكم صحة فطوركم وش نقولكم ان شاء الله نتلاقاو السلام عليكم خوتي خواتاتي عشاق اثاث الثقه كما عودناكم وقول لكم بلي ندير لكم فيديو عند خونا في تبسة في تبسة ويكتب ربي ويلحقنا تبسة وانا عند خونا الله يسلمك خونا وجبنا له لاكا دروب وجبنا له بورت سونسيير بورت مونتو وتروا سيكونت خونا دار علينا لا كومود بصح على كل حال تاع عيطت لنا في الصبح على كل حال. في الصبح. في الصبح. اسمع خويا. عيطت لنا في الصبح تاعنا وديمونديت من عندنا طلوا بورت كادرو وزدت بورت شوسير بورت مورتو وطلوا طلوا جيكوت فوالا. خونا دار الطلبية تاعو حنا تقبلنا الطلبية تاعو وفهمنا له واش كان حاب يجيب وكتب ربي والحيلة لي للدار وهانيكم على المباشر وخونا يقول لكم الكلمة. بارك الله فيكم فيك بارك الله يعني حاجة مليحة شابة في الشباب ويعني أثاث ثقة ثقة صح يعني ماشي تمصري بمعنى كلمة بمعنى كلمة وجاب ربي وشت في الفيديو راك تشوف على المباشر على كل حال مباشر ما ضربنا حتى واحد
كما كنتوا تشوفوا خوتنا، هذه هي الرحلة تاع شاحنة آثة ثقة، وهذه هي الرحلة تاع الأخ حليم خوتي. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، كثروا نملي جاملي بارطاج، ورانا في الخدمة 24 ساعة على 24 ساعة، ورانا في الخدمة على 58 ولاية خوتنا، وين ما تكونوا نلحقوا لكم بإذن الله الرحمن الرحيم. تهلاو في روحكم، سلام.